السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس 17 من سلسلة تعلم اللغة التركية من الألف إلى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان ما هي جنسيتك؟ إذا خذوا ورقة وقلم ولنبدأ على بركة الله. درس اون يدي نري لسن. وهنا متابعي الكرام غادي نعطيكم قاعدة، واللي هي قاعدة لاحقة الجنسية. بمعنى فوي غادي نستعملو ل، فوي غادي نستعملو لي، فوي غادي نستعملو لو، وفوي غادي نستعملو لو. ألوغ ركزوا معايا، إلا كان آخر حرف في الكلمة أ أو لا أ فكنستعملو ل، إلا كان إي أو إي كنستعملو لي، إلا كان أو 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 كنستعملو لو، إلا كان أ أو أ فكنستعملو لو. والان غادي ندوزو لمرحله التطبيق، وغادي نبداو باول مثال واللي هو فاس بمعنى مغرب. اذا لاحظتوا معايا الحرف قبل اس هو ا. بالنسبه للقاعده قلنا الا كان اخر حرف في الكلمه ا او ا فكنستخدموا اللاحقه ل، الوغ غادي نحصلوا على فاس ل. الا بغيت نقول باللي انا مغربي باللغه التركيه فكنقول بان فاصليم، بان فاصليم، بان فاصليم. ناخذ المثال الثاني واللي هو فرنسا. اخر حرف في هذه الكلمه هو ا، اذا غادي نستخدموا اللاحقه ل، وغادي نحصلوا على فرنسا ل. والا بغيت نقول باللي انا فرنسي باللغه التركيه فكنقول بان فرنساليم، بان فرنساليم، بان فرنساليم. مثال ثالث واللي هو جزائر بمعنى جزائر. الوغ الحرف قبل اخ هو اي، وهنا غادي نطبقوا القاعدة الثانية واللي هي إلا كان آخر حرف اي أو اي فكنستخدموا اللاحقة لي، وبالتالي غادي نحصلوا على جزائر لي. وإلا بغيت نقول أنا جزائري باللغة التركية فكنقول بان جزائر ليم، بان جزائر ليم، بان جزائر ليم. مثال آخر واللي هو هولندا. آخر حرف في هذه الكلمة هو أ، إذا غادي نستخدمو اللاحقة ل، وبالتالي غادي نحصلو على هولندا ل. وإلا بغيت نقول بلي أنا هولندي باللغة التركية فكنقول بان هولنداليم، بان هولنداليم، بان هولنداليم. فلسطين، ألوغ الحرف قبل أن هو إي، إذا غادي نستخدمو اللاحقة لي، وبالتالي غادي نحصلو على فلسطين لي. وإلا بغيت نقول بلي أنا فلسطيني فكنقول باللغة التركية بان فلسطين ليم، بان فلسطين ليم، بان فلسطين ليم. جابونيا آخر حرف هو أ، إذا غادي نستخدمو اللاحقة ل، وبالتالي غادي نحصلو على جابونيا ل. وإلا بغيت نقول بلي أنا ياباني فكنقول باللغة التركية بان جابونيا ليم، بان جابونيا ليم، بان جابونيا ليم. سوريا الوغ اخر حرف هاد الكلمه هو اي، اذا غادي نستخدموا اللاحقه لي، وبالتالي غادي نحصلوا على سوريا لي. الا بغيت نقول باللي انا سوري فكنقول باللغه التركيه بان سوريا ليم، بان سوريا ليم، بان سوريا ليم. المانيا اخر حرف هو ا، اذا غادي نستخدموا اللاحقه ل، وبالتالي غادي نحصلوا على المانيا ل. الا بغيت نقول باللي انا الماني فكنقول باللغه التركيه بان المانيا ليم، بان المانيا ليم، بان المانيا ليم. مصر الحرف قبل اخ هو ا، الو غادي نستخدموا اللاحقه ل، وبالتالي غادي نحصلوا على مصر ل. الا بغيت نقول باللي انا مصري فكنقول باللغه التركيه بان مصر ليم، بان مصر ليم، بان مصر ليم. بورتكيز اذا اي، اي غادي نستخدموا اللاحقه لي، وبالتالي غادي نحصلوا على بورتكيز لي. الا بغيت نقول باللي انا برتغالي فكنقول باللغه التركيه بان بورتكيز ليم، بان بورتكيز ليم، بان بورتكيز ليم. تونس حرف قبل اس هو او، اذا غادي نستخدموا اللاحقه لو، وبالتالي غادي نحصلوا على تونس لو. والا بغيت نقول باللي انا تونسي فكنقول باللغه التركيه بان تونس ليوم، بان تونس ليوم، بان تونس ليوم. ايسفاتش الحرف قبل تش هي اي، اذا غادي نستخدموا اللاحقه لي، وبالتالي غادي نحصلوا على ايسفاتش لي. إلا بغيت نقول باللي أنا سويدي فكنقول باللغة التركية بان إسفاتشليم، بان إسفاتشليم، بان
إسفاتشليم. سودان، الحرف قبل ان هو أ، اذا غادي نستخدموا اللاحقة ل، وبالتالي غادي نحصلوا على سودان ل. الا بغيت نقول باللي انا سوداني فكنقول باللغة التركية بان سودان ليم، بان سودان ليم، بان سودان ليم. كندا، كندا ل، انا كندي باللغة التركية بان كندا ليم، بان كندا ليم، بان كندا ليم. لبنان، لبنان ل، انا لبناني فكنقول باللغه التركيه بان لبنان ليم، بان لبنان ليم، بان لبنان ليم. مكسيكا، مكسيكا ل، انا مكسيكي الوغ بان مكسيكا ليم، بان مكسيكا ليم، بان مكسيكا ليم. اردن، الوغ الحرف قبل ان هو او، اذا غادي نستخدموا اللاحقه لو، وبالتالي غادي نحصلوا على اردن لو. ولا بغيت نقول بلي انا اردني فكنقول باللغه التركيه بان اردن ليوم، بان اردن ليوم، بان اردن ليوم. درس اليوم متابعي الكرام كيحمل حالات استثنائيه لبعض البلدان، بمعنى ما كنطبقوش عليهم قاعده لاحقه الجنسيه، اي لي، لا، لو او لو. فيلاهو معايا نكتشفوا مع بعض هاد البلدان. الحالة الاستثنائية الأولى واللي هي بلد تركيا، تركيا، هو في الغالب ديال المتتبعين غادي يقولوا لي باللي آخر حرف في هاد الكلمة هي اي، إذا غادي نطبقوا عليه لاحقة لي، وبالتالي غادي يصبح تركيا لي. ولا بغيت نقول باللي أنا تركي فغادي نقول بان تركيا ليم، وهذا خطأ أيها المتابع الكريم. فكيف قلت لكم هذه حالة استثنائية، بحيث تركيا كترجع ترك. ولا بغيت نقول باللي أنا تركي فكنقول باللغة التركية بان تركم، بان تركم، بان تركم. الحالة الاستثنائية الثانية مشاهدي الكرام واللي هي بلد روسيا، ألوغ روسيا ما كنقولوش روسيا له، وإنما كنقولو روس. ولا بغيت نقول باللي أنا روسي فكنقول بان روسوم، ماشي بان روسيا ليم، كنقول بان روسوم، بان روسوم، بان روسوم. صربستان، صرب، ولا بغيت نقول باللي أنا صربستاني باللغة التركية فكنقول بان صربم، بان صربم، بان صربم. درس اليوم انتهى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتم منه. نضرب لكم موعد باذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحه، تبقوا على الف خير.